كانت بعام 1967 العام الأمازيغي الجديد لم تستثني مغاربة العالم. الجالية في بلجيكا استقبلت السنة الجديدة في إذن يناير على إيقاعات أغاني الفنانة فاطمة حيحيت. بشرى ضيف. مع أجمل ما أبدعته الفنانة فاطمة حيحيت من أغاني وأشعار، استهلت الجالية المغربية الأمازيغية ببروكسل احتفالها بالعام الأمازيغي الجديد 1967، مناسبة جد خاصة بالنسبة لها. مبادرة مهمة جدا، لأنها كتهدف توجه رسالة للشباب وخاصة الأجيال الجديدة للدور والمساهمة ديال الثقافة والحضارة الأمازيغية في بناء المغرب وفي بلورة هويته وفي تعميق الوحدة ديالو الوطنية. نحن سعداء لاستقبال السنة الأمازيغية الجديدة هنا بهذا القصر، إنه كما تعلمون هناك جالية مغربية مهمة، لذلك فكل المواطنين يرغبون في تشارك هذه اللحظة وهذا الحدث المليء بالفرح والدفء. اللقاء كان أيضا مناسبة للوقوف عند الدلالات التاريخية للثقافة والحضارة العريقة الأمازيغية. بعد الدستور الفاتح يوليوز 2011 الذي أقر وتستار الأمازيغية كمكون ثقافي وكلغة رسمية في البلاد، لم يبقى المجال متاحا لأي كان ليتزايد باللغة الأمازيغية. اللغة الأمازيغية ملك لجميع المغاربة. جيت على هذه البلاد وعشت فيها وكبرت فيها، ولكن جبت معايا كل شيء ديالي، سلاحي جبته من المغرب، الشلحة ديالي والعربية ديالي الثقافة ديالي. في حفل إذن دام لنحو ساعتين بفقرته المتنوعة استكشف الحضور عمق الموروث الثقافي واللغوي الأمازيغي، حفل نجح ولو قليلا في أن ينسيهم صعوبة الغربة والبعد عن بلدهم الأصلي.